مريم امل. والله هو النت مليان افكار كتير. يعني انت بتقلدي افكار من على الناس؟ مش شرط يعني، في يعني مش شرط، في حاجات بتبقى حاجات موجوده على النت، في حاجات الناس بتقول احنا عايزين نعمل حاجه فلانيه. يعني المريانه دي كانت اساسا حد في الحضانه، حضانه هنا في العاشر، قالت لي انا عايزه اعمل مريانه بس تكون جن. قعدنا مع بعض بقى نفكر مع بعضينا، طب احنا هنعملها كذا، طب عايزين نسوي كذا، لا ده هنا في الحاجه الفلانيه كذا. يعني عارفه بناخد وزن، في حاجات بتبقى دماغي انا. زي ايه بقى اللي في المنتجات دي دماغك انت؟ اللي هي فيها الفراشه دي. الفراشه اللي هي دي؟ دي دماغي. في اللي هي الافريقي دي برضو دماغي. الافريقي دي تحفه على الحقيقه يعني. لفتت نظري اول ما جيت. بسيطه وما فيهاش حاجه و... يعني لكن انا شايفها مناسبه للبنات بتوع الجامعه كده، ان هو يقدروا يلموا فيها حاجات كتيره. هي الشفافه دي بقى مجموعه افكار كولكشن يعني. يعني هي كانت اساسا الفكره اللي هو الشفاف، استخدام اللي هو البلاستيك الشفاف ده في الشنطه، عامله ميكس ما بين الجلد وما بين الجلد مع الوردات مع الشفاف ده يعني ايه. فكره كده انا عملتها، وبعدين طورتيها بان انت حطيتي فيها ال الوردات بقى من الجبل مع المحفظه من جوه، على اساس الستات اللي هم بقى بتاعتها بنحب نحافظ على الحاجه بتاعتها من جوه. متبقاش باينه كمان، وانا متبقاش باينه لو حبيت ان هي تستعملها كده شفافه تبان فيها الوردات اللي فيها من الجنب كده، هتبقى ماشيه معاها. واخده بالك، حبت ان هي تكون عندها حاجات تخبيها مثلا او تحافظ عليها، متبقاش باينه للعينين، هتقدر تستعمل البورتفيه. تمام. طيب المريانه الجلد والمنظم طبعا انا ما تهيأليش في حد استعملها. يعني فكره استعمال المريانه كجلد خامه الجلد لا ما حدش. يعني بعتبرها من اوائل الحاجات اللي انا عملتها، الحمد لله. مريات المطبخ دي جلد بقى، ودي اللي بيتغسل برضو. اه طب انا عاوزه اسال على حاجه.